درجة الحرارة سالب 57 سيليزيوس تحت الصفر. يعني عايز اقول لك يعني درجة برودة انا عمري في حياتي ما جربتها. وانا قاعد بص افكرك ان الفريزر اللي في البيت حوالي سالب 15 بس، عشان تعرف تقارن الارقام. مساء وصباح الفل، كله فل ان شاء الله. تصدقوا ان في واحد قاعد دلوقتي في العالم اليوم بتاعه 24 ساعة صباح الفل، مفيش مسا خالص، 24 ساعة تحت الشمس. الشمس لا تغيب عن المكان اللي هو قاعد فيه. كنا من فترة زعنا لحضراتكم لقاء مع الدكتور أحمد سليمان ابن بهتيم من شبرا الخيمة، اللي راح جامعة كالتك اللي كان فيها دكتور زويل وحقق حاجات جميلة جدا جدا، وقدر يصل إلى القطب الجنوبي. إيه القطب الجنوبي ده؟ فين ده؟ بيروحوا له إزاي؟ بيروحوا له منين؟ وبيروحوا له في قد إيه؟ وإيه حكايته؟ ودرجة الحرارة اللي هي بيقول لك بتصل أحيانا إلى 93 درجة تحت الصفر. الدي فريزر اللي هو المتين يعني الجديد درجة حرارته 15 تحت الصفر. فهم بتوصل حرارة لحاجة و90، وهم حاليا الحرارة تقريبا حاجة يعني داخلة على 60 درجة تحت الصفر. إيه ده؟ بيعملوا هناك مع دول؟ الدنيا فيها حاجات غريبة، ودي اللي ربنا أكرمنا بيها في باب الخلة. إيه هي؟ إن فتح لنا طاقة اسمها باب الخال، نقابل اي حد ونتكلم مع اي حد ونحاول نقرب الحاجات، نحاول نشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا. بنتكلم مرة عني ومرة عن كذا ومرة عن كذا ومرة عن كذا. الفيديو لما زعناه كان في حلقة باب الخال اتشاف كويس جدا، عشان لما يقول لك شبابنا بيعملوا حاجات مش مظبوطة وكده نقول له الله. طب ما احنا زعنا فيديو عن الفضاء، فيديو في فيزياء وبتاع وحاجات صعبة، وشافوه كويس جدا وطلبوا نعمل الحلقة دي كمان، نعمل اكتر واكتر واكتر. لا مش صحيح، الناس تحب تعرف، واحنا مهمتنا نحاول نقدم ده. هل هننجح؟ هل هتحبوه؟ ما اعرفش، بس هو مثير، مثير جدا ان انت بتشوف حاجات مش ما شفتهاش قبل كده. لا يا عمنا، دي حاجات اصلا ما تتوقعش انها موجودة. في ناس كتير ممكن تعرف المعلومة دي لاول مرة، مع انها موجودة في سورة الكهف. حتى انا مش بفسر الآية بس اهو، حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترة. شمس على طول ومفيش حاجة تحميهم الشمس. ده مش ضروري يبقى تفسير الآية، لكنها موجودة. الشمس 24 ساعة 6 اشهر وضل مكحل 6 اشهر. ايه اللي ودى احمد ابن بهتيم للحتة دي وبيعمل ايه؟ الحقيقة احنا عملنا معاه لقاء وراح بعت لنا يعني فيديو كده في 3 دقايق هزهقه لكم، وهنتقابل ان شاء الله مع احمد هنعمل معاه لقاء. يا خبر ابيض، حاجة يعني جنون، الدنيا فيها جنون. ازاي انا بقعد هنا في الشيخ زايد وافتح التليفون وببلاش اكلم احمد الدكتور احمد سليمان اللي قاعد في القطب الجنوبي، اللي اخذ له شهر عشان يروحوا من امريكا لغايه القطب الجنوبي، واكلمه وانا دلوقتي ظهر وهو عنده الساعه 10 بالليل او 11، ونتكلم كده في نفس اللحظه ونبقوا شايفين بعض. ايه ده؟ الدنيا فيها حاجات عجيبه، حاجات لو كنت سمعتها زمان كنت قلت الجماعة دول بيخرفوا، لكن هي حاجات موجودة. ماذا يحدث في القطب الجنوبي؟ بيعملوا ايه؟ عايزين ايه؟ احمد هيدينا نبذة، وان شاء الله بكرة على طول نوزع لكم اللقاء مع الدكتور احمد سليمان ابن بهتيم اللي قاعد في عز التلج، بقى مش في عز البرد، في عز التلج بيعمل حاجة هنعرفها لما نسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك يا أستاذ محمود وكل متابعينك الكرام. من تجربتنا العلمية اللي على مرمى البصر في أبرد وأقصى وأبعد مكان على كوكب الأرض، القطب الجنوبي. اللقاء الجميل اللي جمعنا سوا من جامعة كالتيك، وأنا في جامعة كالتيك في كاليفورنيا، وحضرتك موجود في مصر، والحلقة الجميلة اللي انتشرت انتشار كبير جدا جدا وحببت ناس كتيرة جدا في الساينس، العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لينا عشان يقربنا ليه. فكنا اتكلمنا عن تجربتنا اللي هي موجوده في القطب الجنوبي، وهذه هي التجربه اللي موجوده عن بعد، واللي تبحث في الساينس اوف ذا يونيفرس اند ذا بيجينينج اوف تايم،
اللي هو بداية ونشأة الكون وبداية الزمن، ان احنا بنحاول ندور في اللحظات الاولى لنشأة الكون كله اللي هي الانفجار العظيم والموجات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي ربنا سبحانه وتعالى او الخالق حطاها لينا كدلائل عشان تدلنا على اسرار خلقه، اللي هي موجات زي موجات الخلفية الاشعاعية للكون، الكوزميك ماكرو باك جراوند، والانفليشن جرافيتيشن ويفز اللي هي الموجات الجاذبية التضخمية، وهي دي السماء الصافية افضل مكان على وجه الارض عشان نقدر نقصد فيها هذه الموجات بدقة كبيرة جدا. وهي دي تجربتنا اللي احنا كلمنا عليها في الحلقة واللي احنا بنجمعها وبنعملها كلها ما بين الجامعات الكبيرة في العالم، ومشترك فيها طبعا جامعة هارفارد وستانفورد وجامعة كالتيك بكاليفورنيا ومختبر الدفع الصاروخي بناسا، واللي انا اتشرف ان انا مصري ومشارك في هذه التجربة من فريق جامعة كالتيك ومختبر الدفع الصاروخي بوكالة الفضاء الامريكية ناسا بكاليفورنيا، وفخور اني مصري مشارك في هذه التجربة العظيمة اللي تبحث يعني في اسرار الكون نفسه، بداية الخلق. سبحان الله. فهي ديت القطب الجنوبي، درجة الحرارة ده سالب 57 سيليزيوس تحت الصفر، يعني عايز اقول لك يعني درجة برودة انا عمري في حياتي ما جربتها. وانا عاد بس افكرك ان الفريزر اللي في البيت حوالي سالب 15 بس عشان تعرف تقارن الارقام. وطبعا احنا قدام الشمس التي لا تغيب، اللي هي موجودة 24 ساعة ولا تغيب، نهار دائم في القطب الجنوبي حاليا. وطبعا اللي بيميز القطب تاني الالتيتيود، وان هو مرتفع عن سطح البحر بحوالي 10,000 قدم زي ما كنت كلمت مع حضرتك في الحلقة، وان هو على قد ما هو بيقلل من نسبة امتصاص الغلاف، طبقات الغلاف الجوي للموجات اللي احنا بنحاول نرصدها اللي هي عمرها بلايين السنين، الا ان برضو نسبة الاكسجين بتبقى قليلة جدا، وفي ناس حصل لهم اغماءات ورجعوهم طيارة عسكرية. فهو ده القطب الجنوبي، وديت المبنى بتاعنا اللي قاعد فيه كل العلماء والباحثين عشان يمارسوا حياتهم الطبيعية من النوم والاكل، وكلهم صمم طعم درجة حرارة الغرفة. تخيل ان جوه 23 تقريبا سيليزيوس وبره السالب 59 سيليزيوس تحت الصفر. فطبعا انا يعني طلعت دلوقتي عشان اصور الفيديو دوت لحضرتك ولكل الناس اللي بتحب الساينس ومتابعينك الكرام، ووريهم التجربة اللي بتبحث، التجربة العظيمة اللي صراحة افتخر اني مشارك فيها، وتبحث في اسرار اللحظات الاولى في عمر الكون. ونحيي حضرتك وكل متابعينك ونقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.